ها قد أقبل العيد فكل عام وأنتم بخير. والعيد يوم للفرح، ولكن الفرحة الحقيقية عندما تعلم أن عملك محفوظ، وأن ذنبك بالتوبة مغفور، وأن الله سبحانه وتعالى قد فتح لك الأبواب ولن يردك خائبا إذا لجأت إليه، وأنه يدافع عن الذين آمنوا، وأنه يعين من يستعين به، ويوفق من يتوكل عليه، ويعطي من يسأله. لذلك يفرح المؤمن ويطمئن قلبه، فكونوا مع الله لتطمئن القلوب بإذن الله. يا قلب أنت وعدتني في حبهم صبرا صبرا، فحاذر أن تضيق وتضجرا.